الأصل أن النبي سلام الله عليه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا أما لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذن ماذا تفعلون عند القبور؟ ماذا تفعلون عند القبور الوهمية والقبور الفارغة والمقامات الفارغة والمقامات الخرافية والمقامات المزعومة؟ ماذا تفعلون عندها؟ إذا كان صاحب القبر وفي حياته يقول لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فهل القبر، هل الحجارة، هل الحديد، هل الشبابيك، هل الأبواب، هل القباب، هل التراب تضر وتنفع؟ والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله والشكر لله الذي أنقذنا وأخرجنا من ظلمة القبورية والوثنية إلى نور الإسلام والتوحيد. هذه هي النعمة الكبرى. كل ما حصل، كل التضحيات وكل ما يحصل كله فداء، كله بلا قيمة أمام هذه النعمة الكبرى التي انتقلنا فيها من الظلمات إلى النور، من القبورية والوثنية والخرافة والشعوذة والجهل والتجهيل إلى نور الإسلام والتوحيد، إلى الحجة والبرهان، إلى المنطق والعقل. والحمد لله والشكر لله. نتأسف على ما فات، نتأسف على الوقت والجهد والعمر الطويل الذي قضيناهم في ظلمات الجهل والتجهيل والقبور والقبورية والوثنية والمغالطات والصفصطة والنفاق والأكاذيب.